إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، وعن تصديقكم وتسليمكم لأمر الله يوم القيامة ستسألون، فيقال لكم ماذا أجبتم المرسلين. عباد الله، إنما حق الإيمان هو التسليم لله وللرسول، التسليم لله وللرسول تسليماً مطلقاً. فقد قال سبحانه وتعالى العظيم مقسماً بنفسه العظيمة: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليما. فمحك الإيمان هو التسليم المطلق لله وللرسول. والتسليم يا عباد الله هو التصديق والإيمان مع الطاعة والإذعان، وأن لا يكون في الصدر حرجا مما قضى الله وقضى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا. وقال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وأول دركات النفاق وطريق الجحيم معارضة الدين بمحض العقول، فهذه زندقة ظاهرة يقع فيها اليوم كثير من الناس، ممن يعارضون القرآن والسنة بمحض عقولهم وآرائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن تعود معارضة الدين بالعقل فإنه لا يستقر في قلبه إيمان. وأي إيمان؟ أن يقال لك: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعارض ذلك بعقلك وآرائك. فإن العقل يا عباد الله له حد معين، والإيمان ليس له حد، فتؤمن بما عرفت من الأمور الشرعية، وتؤمن بما لم تراه من الأمور الغيبية، فهذا هو الإيمان، وهذا هو الذي ستُسأل عنه يوم القيامة. قال السلف رحمهم الله تعالى: اثنتان يُسأل عنها الناس يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. عباد الله، ومن رأى في القرآن والسنة علم كيف كان الأنبياء والصحابة والصالحون والأئمة المتبوعون في تسليمهم لله وللرسول. وإذا ذكر التسليم لله فيذكر إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام.
في قصة عظيمة فيها دلالة على عظيم إيمانهم وتسليمهم لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم بعد أن بشره بإسماعيل بعد أن كبر عليه الصلاة والسلام وجاءه الولد بعد مدة طويلة وتعلق قلبه به، قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فانظروا يا عباد الله إلى تسليم إبراهيم وإلى تسليم إسماعيل، فأيهما أعجب؟ كلهما عجب يا عباد الله. قال إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وهذا هو التسليم يا عباد الله إذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى. ولكم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما تراءى الجمعان كما قال سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فانظروا إلى أمر الله عز وجل إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام في أمر لا تبلغه العقول. قال سبحانه وتعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هل تبلغ العقول البشرية أن يكون هذا البحر يكون كالجبال العظيمة؟ العقول لا تبلغ ذلك، ولكن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبقدرته والتسليم لأمره يجعل العبد يصدق ذلك ويؤمن ويذعن ويسلم. فموسى عليه الصلاة والسلام استقبل أمر ربه بالإذعان فحاصل له ولقومه النجاة في الدنيا والآخرة. ومن رأى في أحوال الصحابة يا عباد الله يرى العجب العجاب في طاعتهم في تسليمهم في إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نذكر مثالاً واحداً على ذلك في قصة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والرسل، ما كان ذلك إلا لتصديقه وقوة إيمانه وتسليمه وإذعانه. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ارتد أناس كثر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيباً لخبر الرسول، ولأنهم أدخلوا عقولهم ولم يسلموا لأمر الله ولم يصدقوا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فجاءوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أجل أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وجدوها فرصة أن يزعزعوا إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا له إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. فما كان قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو لم يسمع الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كان قد قالها فقد صدق، وهذا هو الإيمان. فقالوا له أتصدقه بذلك؟ قال أصدقه في أبعد من ذلك، أصدقه بالوحي الذي ينزل عليه غدوة وروحة. فهذا هو التسليم، وهذا هو الإذعان، وهذا هو الإيمان إذا جاء الأمر من الله وجاء الأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم. فليقل العبد إن أراد النجاة سمعنا وأطعنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان
إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فقد نعلم أن هناك هجمة على دين الله عز وجل بتحريف دين الله باسم العقلانية، وهي الزندقة المعاصرة يا عباد الله. وكلنا نعلم وكلنا نعلم ما أنكروه قديمًا وأنكروه حديثًا، ومن ذلك يا عباد الله إنكارهم لحديث الذبابة الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر الدواء. فقد أنكره العقلانيون قديما، وأنكره العقلانيون الزنادقة حديثا. فلما أثبت الطب الحديث صحة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا وصدقوا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لأنهم لم يؤمنوا بالحديث بل آمنوا بالطب الحديث. والمسلم يا عباد الله لا ينتظر من الطب أو غيره من الأمور المعاصرة حتى يصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نؤمن ونسلم وندعن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بلغته العقول أم لم تبلغه العقول، فليبلغه الإيمان عباد الله. ومن رأى في أحوال الأئمة المتبوعين الهداة المهتدين يرى أنهم يقدمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أحد، يقدمونه حتى على آرائهم وعلى أقوالهم. ومن ذلك ما جاء في ماثورهم كما جاء عن أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه أنه قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة اخترنا، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. وقال مالك رضي الله عنه ورحمه قال: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله ورضي عنه قال: إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ أي الفتنة المرادة في الآية؟ قال: الفتنة الشرك، يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزيغ ويهلك. فهذه أقوال الأئمة المتبوعين في أمرهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالف أقوالهم. ومن ذلك يا عباد الله ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عندما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر متعة الحج وأن التمتع في الحج أفضل، عارضه بعض الناس بقول أبي بكر وعمر، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يريان الإفراد لمصلحة رآها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فقال لهما ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فهذه يا عباد الله، فهذا هو التسليم لله والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محك الإيمان. وعليه السؤال:
عند الوقوف بين يدي الرب الديان في يوم عظيم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم وسلم لله كامل التسليم. واعلموا عباد الله إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.